نروح بقى للطقس. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربع بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا، شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا، والرياح معتدلة. ويشهد الوجه البحري أيضا طقس لطيف نهارا، شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا، والرياح معتدلة. وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا، شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى مناطق متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة. احنا هنروح دلوقتي معانا الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور إيمان، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني الرياح يعني انا قلت رياح كتيرة قوي في الخبر، يعني رياح كتيرة وأتربة كتيرة، لا نطمن بقى، يعني عايزين نطمن. النهاردة مش هيبقى مشكلة ان شاء الله، الرياح هتكون معتدلة على معظم المناطق. النهاردة في هدوء في سرعة الرياح زي ما احنا كلنا شايفين، الجو مستقر تماما، الشمس ساطعة، الجو يعتبر ده ساعات النهار، لكن طبعا مازال بارد اثناء ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر. درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام. ايضا في فرص سقوط امطار من خفيفه المتوسطه على غرب البلاد، ده هيكون النهارده ان شاء الله. بدايه من غدا الخميس ده اللي هتنشط فيه الرياح بقى الى حد ما. طبعا هيكون نشاط الرياح مصحوب برمال واتربه مثاره وهيوصل لحد القاهره، لكن طبعا هيكون اقل من الموجه اللي احنا شفناها يوم الاثنين الماضي، يعني كميه الاتربه مش هتكون بصوره كبيره زي ما احنا شفنا، يمكن هتكون اكتر عن المناطق المكشوفه والمناطق الصحراويه. وايضا هيكون في ارتفاع في درجات الحراره غدا الخميس بحوالي من 3 ل 4 درجات اعلى من المعدل، يعني توصل ل 27. النهارده بنتكلم في 24 درجه بالنسبه للقاهره، بكره توصل ل 27 درجه. ايضا بكره هيكون في فرص امطار، يعني النهارده الامطار على السواحل الغربيه فقط، بكره الامطار هتكون على السواحل الغربيه، مناطق من القاهره وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لكن كلها امطار خفيفه غير مؤثره تماما على حركه الساده المواطنين، يعني ما فيهاش اي قلق او اي مشاكل ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، طمنتينا يا دكتور ايمان. انا بشكر حضرتك على وجودك النهارده معانا، وعلى طبعا يعني اخر التفاصيل المتعلقه بالطقس النهارده والايام اللي جايه.